هذه المرة لنتحدث بشكل أوفى مع ضيفنا وأحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك معنا أحمد. يعني ما نتابع خلال هذه الجلسة، كل الحديث اليوم ينصب حول أسعار النفط، السيناريوهات المتوقعة بالنسبة لاجتماع أوبك بلس في يوم الخميس. برأيك اليوم إلى أي مدى أسعار النفط ستتماسك فوق مستويات $80 بالنسبة لخام برنت خلال هذه الفترة؟ صباح الخير سالي. نعم، عندما ننظر إلى أسعار النفط فكانت عرضة في الأسبوع الماضي جراء تأجيل اجتماع منظمة أوبك. حل التشاؤم بالنسبة للمستثمرين بأن الاجتماع تم تأجيله بسبب الانشقاقات أو بسبب الاختلافات في منظمة أوبك حول الإنتاج. عندما ننظر إلى السيناريوهات المتواجدة هنا سالي، بكل تأكيد قد تكون الانشقاقات أو الانقسامات قد تزول كما كانت سابقا في فترة كوفيد-19 عندما رأينا عدد كبير من الانشقاقات، لكن قد يكون الاختلافات تزول مع إمكانية تخفيض أو زيادة فترة التخفيض في الفترة الزمنية للربع الأول من عام 2024. على ما أعتقد السعودية وروسيا قد تأخذ على كاهلهم الاستمرار في تخفيض الإنتاج الطوعي في الفترة القادمة، مما قد يعطي الأسواق بأن إمكانية دفع أسعار النفط بشكل إيجابي قد تكون واردة للأسواق، خاصة مع التوقع الكبير جدا في الفترة القادمة بالاستمرار، ليس لفترة زمنية طويلة هنا سالي، لأن بكل تأكيد نحن في فترة قد ندخل فيها في فترة الشتاء القارس كما قد يكون، مما قد يعطي إمكانية الطلب الأكثر على النفط. توازن الأسعار مطلب أساسي، فعلى ما أعتقد التخفيض لفترة زمنية قد تكون الربع الأول في عام 2024 قد تكون واردة، مما قد تعطي الإيجابية بالنسبة لأسعار النفط في الفترة القادمة. أحمد، يعني كما تحدثت، يعني ومنتظر أيضا لدينا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي من الاقتصاد الأمريكي، يعني هي قد توضح الوجهة، وأيضا معدلات التضخم كيف ستكون، وأيضا مدى الإقبال من قبل المستهلكين الأمريكيين خاصة في موسم التخفيضات والإجازات. برأيك اليوم إلى أي مدى هذه البيانات ستحدد المسار بالنسبة للفيدرالي الأمريكي في اجتماعاته اللاحقة؟ هل سنرى فترة أطول أيضا من تجديد السياسة النقدية؟ نعم سالي، الأسواق باتت تتوقع إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في شهر 5 بنسبة 25%، شهر 5 2024، شهر 3 25%، عفوا في شهر 5 قد تتوقع إمكانية تخفيض أسعار الفوائد بنسبة 45%، مما قد يعطي الأسواق أي قراءة بالنسبة لقراءة إيجابية. انخفاضات التضخم قد تعطي إمكانية تخفيض أسعار الفوائد بشكل أكبر. جدير بالذكر هنا سالي أن الأسواق تتوقع مستقبلا، بينما الفيدرالي الأمريكي هو رد فعل على البيانات الاقتصادية، مما قد يعطي الأسواق أي قراءة سلبية أو أي قراءة ناعمة بالنسبة للتضخم كما هي متوقعة بالنسبة لمؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي أن يسجل بعض التباطؤ من 3.2 إلى 3%، مما قد يعطي الأسواق إمكانية المضي قدما بإمكانية تخفيض أسعار الفوائد. لكن أي قراءة قد تكون بعيدة كل البعد سالي عن قراءات ناعمة قد تعطي الأسواق التخلي عن إمكانية تخفيض أسعار الفوائد، خاصة بأن أيضا ننتظر هذا الأسبوع قراءة النمو الاقتصادي الناتج المحلي الإجمالي، وهو أيضا يعطي قراءات إيجابية 4.9% متوقع أن يتقدم إلى 5%. النمو الاقتصادي عندما يكون إيجابي يعطي إمكانية التضخم أن يسجل ارتفاعات، فبالتالي هي قراءات بيانات اقتصادية، مضاربات قد تكون مضاربات اللحظة سالي. نعم، عم نلاحظ أيضا التحركات على الدولار، يعني عدة جلسات كنا هناك تراجعات وحتى على أداء شهر نوفمبر أحمد، لكن اليوم إحنا عم نترقب أيضا يوم غد قرار المركزي النيوزيلندي، وهناك توقعات بتثبيت لمعدلات الفائدة. اليوم توجهات البنوك المركزية، كيف سيكون توجهاتها في عام 2024؟ وهل نشهد تغيير في السياسات أو بناء على المعطيات والبيانات القائمة؟ نعم سالي، هي قراءات قد تكون أو قد تتغير بين شهر إلى آخر. دخول عام 2024 الربع الأول من عام 2024 قد نحتاج 4 إلى 5 قراءات من بيانات وظائف، من بيانات التضخم. الأرقام السلبية قد تكون هي إيجابية بالنسبة للمستثمرين بالنسبة لتخفيض أسعار الفوائد. أي قراءات سلبية أقصد هنا لبيانات الوظائف أن تكون سلبية بالنسبة للتضخم قد تلقي بكاهلها على إمكانية تخفيض أسعار الفوائد. هنا أود أن أذكر سالي بأن عام 2024 قد يكون الانحراف بالنسبة للبنوك المركزية من قد يتجه إلى تخفيض أسعار الفوائد. كما ذكرت سالي، بنك نيوزيلندا قد يكون هو أحد البنوك الذي يتجه إلى
استمرار بأسعار فوائد مرتفعة لفترة زمنية قد تكون أطول من البنوك الأخرى، خاصة بأن التضخم ما يقارب 5% أو أعلى من 5%، مما قد يعطي البنك إشارات بأن البقاء على أسعار الفوائد المرتفعة لفترة زمنية أطول قد يحتاجه. هنا أود أن أقتبس من رامزدن نائب بنك إنجلترا، قد ذكر بأن الحرب ضد التضخم قد تستمر إلى ما يقارب العامين لإعادة المستهدف. عندما ننظر إلى قراءات التضخم، هي قراءة من 12 شهر. الوقت قد يكون كفيل لمحي أرقام التضخم، قد يكون كفيل لتباطؤ التضخم. عندما ننظر إلى إحصائيا 12 شهر، عندما نزيل القراءات المرتفعة ونحصي القراءات المنخفضة، فقد تعطي إمكانية تباطؤ التضخم إحصاء. فبالتالي الوقت قد يكون هو الكفيل لتباطؤ التضخم في الفترة القادمة. نعم، وبكل الأحوال أيضا سنكون على متابعة هذا الأسبوع لبيانات تضخم منطقة اليورو وآخر التصريحات من كريستين لاغارد رئيسة المركز الأوروبي. نشكرك أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، على كل هذه التفاصيل.